إسرائيلي؟ لا، أنا في الحقيقة لا أرى ذلك. الوجود الإسرائيلي يعني شيء لا ينكر أحد، موجودة وتحافظ على مصالحها وتجري وراء مصالحها، ولكن ما ذكره الدكتور من السودان حبس مياه النيل هذا أمر يعني لا أعتقد ذلك، لأن مجرى النهر هذا يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى ولا أحد يتحكم فيها، يعني شيء من المستحيلات أعتقد هذا. ولكن كما قال الأخ، يعني إسرائيل عندما وجدت الساحة فارغة تلعب فيها كما تشاء، وهذا حقها لمصلحتها، ولكن أين الدور لكن الدكتور خالد وأين يقول بأن هذه الآخرين؟ الدول، يا أستاذ مصطفى، الدكتور خالد يقول بأن هذه الدول مهدت الطريق لأن تقوم يعني أو يقوم الكيان الإسرائيلي باستغلال الوضع. لا 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 دليل على ذلك، كل التحليلات يعني تخمينية وليست هناك معلومات أكيدة. كما قلنا، إذا جزمنا أن كل دولة لها الحق أن تحافظ على مصالحها، فعلينا أن ننافس هذا المجال. إذا كان المجال مجال منافسة ومجال الحفاظ على المصالح، فلا بد أن نضحي بقدر المصلحة، ويكون تكون التضحية بالمقابل. المصلحة لا تحفظ بالقوانين فقط، وإنما هي بكسب قلوب الناس وبالتغلغل وبتبادل المصالح والاحترام المتبادل، ومن ثم الساحة تقريبا تحتاج إلى أكثر جهد و بناء ثقة أكثر وتفاهم أكثر بالقرب بين هذه الدول. دكتور بدر، يعني في هذا السياق أيضا مركز الدراسات في الأهرام أشار إلى دور الكيان الإسرائيلي، وقال يعني هناك دور محرض من قبل دول المنبع على مصر تحديدا. طيب إذا كان الأمر كذلك، لماذا ما زالت مصر مصرة على التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وهي يعني اكتشفت مخاطر هذا التحريض؟ التطبيع مع الكيان الإسرائيلي له أبعاد كثيرة كما تعلم. يعني أحد أسباب استرداد سيناء والأراضي المحتلة كان لابد اتفاقيات السلام والتطبيع مع إسرائيل، وهو بالمناسبة هو تطبيع سياسي وليس تطبيع شعبي. يعني وكيف ترد على هذا التحريض؟ هي مصر كما قلت، يعني أنا ممكن أن أطبع معك في شيء وممكن أن أحاول أن أواجهك في مكان آخر. مصر تحاول يعني أن تمد جسور الصلة، ولكن كما قلنا في هذا الصدد أن مصر مسؤولة في فعلا عن تراجع دورها في إفريقيا وإعطاء الفسحة لإسرائيل. وهذا هو ما يقوله الإثيوبيون، يعني أين أنتم كمصريين منا؟ أنتم تطبعون وأنتم تخليتم عنا، فنحن نذهب إلى الجميع، وخاصة إذا كان ذهابنا أمرا مشروعا. يعني حتى رايلا أودينجا في كينيا قال يعني إذا يعني أنت مع الدكتور خالد ومع المقولة السودانية بأن يعني دور الكيان الإسرائيلي محرد بدول حوض النيل له أبعاد سياسية فقط أم لا؟ هناك أيضا استغلال تريد أن تحصل عليه يعني الإدارة أو الكيان الإسرائيلي؟ الاستغلال هو استغلال سياسي فقط. كما تعلم حضرتك، إسرائيل كانت ترغب في السيطرة على مياه النيل، أرض إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. هذا هو كان الحلم الإسرائيلي ومشروع الآباء الصهاينة المؤسسين لدولة إسرائيل الكبرى. وعندما توقف موضوع ترعة السلام، فكان نوع من العقاب في نفس الفترة التي توقفت ترعة السلام عن المد إلى إسرائيل، قامت إسرائيل بالاتصال بإثيوبيا وقالت لها أنا على استعداد أن أقيم لك سدا على النيل الأزرق الذي يأتي منه 85% من المياه القادمة إلى مصر، كنوع من العقاب. السد لم يقم كما قلت لأن تكلفة عالية، ولكن إسرائيل تحاول وتحاول أن تبتز مصر. إن لم تعطيني الماء سوف أفعل معك كذا، إن لم تسكتي عما يحدث في فلسطين أو يحدث في الشرق الأوسط وعن الممارسات الإسرائيلية على اعتبار أن مصر كانت من أول دول المواجهة، سوف يحدث معك أو سوف ألعب معك من الخلف من السودان ومن إثيوبيا وهكذا. إذن العبرة سياسية، إسرائيل لن تستطيع، أو كما يقول وزير الري الإثيوبي، النيل ليس له جناح حتى يذهب إلى إسرائيل. إن ذهب إلى إسرائيل فسوف يذهب من مصر وليس من إثيوبيا. إذن الحديث عن محاولات سد الفراغ، محاولات تقديم خدمات لهذه الدول مقابل تحريضها على هذا الأمر، وهنا لابد من الربط.
نعم. ما بين زيارة ليبرمان الأخيرة لهذه الدول من بين 5 دول زارها، زار كينيا، زار إثيوبيا، زار أوغندا، 3 دول من دول منابع النيل. أثر هذه الزيارة اتضح هذا الآن. إذن ما يعلن شيء وما يبطن شيء تاني، لماذا هذا التغير وهذا التحول السريع في مواقف هذه الدول؟ برغم أنها لا تحتاج إلى هذا الأمر، كان يمكن أن يعطى الموضوع وقتا أطول، كان يمكن قبول فكرة الحلول الوسط، فكرة مفوضية إدارة حوض النيل. هذه المفوضية عبارة عن جهاز فني لإدارة حوض النيل والمشاريع، ثم الاتفاقية اتفاقية قانونية يمكن أن تؤجل أو يتم التوقيع واستثناء البنود الثلاثة إلى أن يتم الاتفاق عليها. أستاذ مصطفى، ما رأيك بهذا الكلام؟ أستاذ كمال مصطفى. نعم، حقيقة أنا وافق هذا الأمر، ولكن أنا كل عملي يعني أن تتجاوز هذه المشكلة وتعود الأمور إلى طبيعتها، أي استئناف المفاوضات. وأنا أثق في الدبلوماسية المصرية الهادئة. طيب أستاذ مصطفى، أستاذ كمال، يعني كلامك يعني بأن كل المطالب وكل الاعتراضات التي تبديها يعني إثيوبيا إلى جانب بقية دول المنبع هي اعتراضات يعني غير مقنعة، وبالتالي هي تزعن للمتطلبات أو يعني الرغبات الأخرى كالكيان الإسرائيلي مثلا؟ لا، أنا لا أربط في الحقيقة لرغبات الإسرائيلية، ولكن كما قلت في البداية هناك احتياجات فعلا. لكن عندما تجد إثيوبيا يعني تعاون من طرف آخر، ربما هذه الاحتياجات ممكن حلها بطريقة أخرى. ولكن هي كما تشتكي الحكومة الإثيوبية تجد في الإخوة المصريين مماطلة، والتفاوض أخذ وقتا أكثر من اللازم، ومن ثم حست بعدم جدوى التفاوض في هذا الإطار. دكتور خالد، يعني لأعود أيضا قليلا إلى يعني جذور هذه الأزمة، يعني البعض يتحدث كما قلنا عن يعني أن الاتفاقيات يجب أن تكون ضمن إطار التوافق بين مصر والسودان وتعطي الحق لمصر أكثر من السودان. هناك اعتراض من دول المنبع بأنها لا توافق عليه مصر وأيضا السودان، لماذا؟ كما ذكرت حقيقة، يعني هذه الآن المفاوضات يعني أنشطت يعني هذه الدول كما ذكر الأخ كمال تعتقد أن مصر والسودان يماطلان. يعني هذه الآن المفاوضات استغرقت حوالي 10 سنوات في وضع إطار قانوني للتعاون بين دول الحوض. هذا الأمر لم يصل لأن هناك اعتراض مصري سوداني مشترك أن يجب أن لا تمثل الحقوق التاريخية، يجب أن لا يعني أن هذه أيضا دول المصب أو دورة المصب مصر أن توافق على أي مشروعات. الآن يعني هناك تساؤل، هل الموقف المصري هو موقف تفاوضي سقف عالي كموقف تفاوضي، أم هو هذا هو الموقف النهائي بالنسبة لها؟ بالأمس في الخرطوم وزير الري المصري تحدث عن أن القاهرة لا تمانع أن تقام سدود للطاقة لتوليد الطاقة وليس للري، لأن إذا كان هناك سدود للري هذه بالتأكيد ستؤثر على الحصة التي ستصل إلى مصر. نعم. ولكن وجود سدود لتوليد الطاقة الكهربائية هذه لن تؤثر على الحصة المائية. فهذا يعني ممكن أن تعتبر نوع خطوة في اتجاه يعني تخفيف حدة المواجهة التي تحدث الآن. ولكن في كل أحيان هناك الآن جوانب فنية في هذه القضية تحتاج إلى استكمال، ولكن أيضا هناك الآن يجب أن لا ننسى أيضا مدى الاستغلال السياسي أو الظروف السياسية، ويجب أن لا ننسى أيضا أن يعني بين مصر وأثيوبيا هناك نوع ما يمكن أن يسميه بالصراع على النفوس في هذه المنطقة. دكتور خالد، ما الذي يؤثر في هذه الحالة يعني إذا ما قامت هذه الدول بمشاريع على يعني المسار المائي لنهر النيل؟ إذا كانت هذه المشاريع متعلقة فقط بتوليد الطاقة هذه لن تؤثر في حصة المياه بالنسبة لمصر والسودان، ولكن الآن هو الخلاف يدور حول استخدام هذه السدود في الري، والمسألة تقوم على أن هذه الدول بالذات لديها موارد أو لديها يعني بدائل أخرى يمكن أن تكون موجودة يعني أو حتى لتحسين كمية المياه التي تأتي. بالمناسبة يعني نهر النيل رغم أنه واحد من أكبر أنهار العالم ورغم